اليوم ايش عندنا اليوم يا ابو علي؟ اليوم عندنا رز كابلي. هذا قد طبخناه قبل اسبوع اتوقع او اسبوعين. لا مو قبل. يقول ايش لهيب؟ مبطي قبل تقريبا من شهر ونص. حلو. ايه. اسلم يا ابو علي. بدايه البرنامج تقريبا. وش عندنا وش ما عندنا اليوم؟ رز الكابلي بيعتمد على دجاج او لحم. حلو. اختيار. بيعتمد انه في نكهه البرتقال. جميل. الرز من طبخه البرتقال مع الدجاج راح يطلع بالرز نكهه البرتقال مع البهارات. والبصل والثوم والبهارات الصحيحه. حلو. طبعا اكله معروفه على مستوى الشر، اكله كابليه. عطنا افغانستان. ورقه وقلم. افغانستان. ايه حلو. هذه نكسر. اكتب على اي شيء. لا بعطيك ورقه. هاي ورقه. ها وين هاي؟ تسلم يا ابو علي. الموضوع ما بده كتابه، بعتقد انت تفهمه بدون كتابه. لا ضروري. شوف اول شيء راح نقول المكونات: دجاج، بصل، ثوم، طماطم، صلصه طماطم، بهارات صحيحه اللي هي ورق الغار، القرفه، اللومي، القرنفل، حب الفلفل الاسود، الهيل. جميل جدا. تحتاج شوي بطاطس وبرتقال. حلو. تمام. راح نحمص البصل والثوم والطماطم والصلصه، بصير عندنا حمسه، وننزل عليها الدجاج. قطعوا ربعين الدجاج، ما في مشكله، ربعين خليه. احمسه شوي مع الكشنة، وقطع البرتقالة الى اربع قطع مع القشر، وحطه مع الدجاج، يطبخ مع الدجاج والكشنة. تمام. الكشنة مع الدجاج يمكن تحتاج نص كاسة مي عشان تطبخ يعني بشكل صحيح. على طرف راح نسلق الرز. تمام. وعندما بينضج الرز بغرفه على القدر. لا نطبخ الرز لحال. الرز لحال وهو بقدره، الرز وهو موجود بقدره. بتاخذ من خلطه الدجاج وبتصبها على الرز وبتكتمها خمس دقائق، يعني قريبه لعمليه البرياني كثير. اذا عبد الله عطنا القلم. اذا استوى الرز خذ الكشنه والدجاج المطبوخ. لا والله وصبه على الرز كامل. دقيقه ابو علي. حمص البطاط والبصل. خالد عشق سلاحك يا خالد. البصل والبطاط صح؟ ولين يحتر شوي احط الدجاج. البطاطس نزله مع الدجاج. اي يعني بعد ما احمس الكشنه هذه اقطع الدجاج واحطه. دجاج ربعين بس. ها اقصه انا بطريقتي. بعد احط البطاط. البطاط مو شرط ثنتين. قطع الحبه اربع قطع بس. حلو. وبعد احط البهارات اللي هي هذه. البهارات اي وانت قاعد تصلح الكشنه احط البهارات. يعني بتحط الزيت. اي بعدين بتضيف البهارات العويدي. ايه. والبصل المقطع، الطماطم، الثوم. ايه. والمعجون الصلصه معهم مع الحمسه. ايه. اي ويطبخ والرز يطبخ وتنزل عليه الدجاج عشان يطبخ. واحط اربع قطع وكوب مويه. اي نعم. كوب؟ لا نص كوب. نص كوب. حلوه. اول شيء الحمسه. سهله كل طبخ. الحمسه. بعدين نحط عليها الصلصه ونسوي طيب الدجاج. ايه نحط الدجاج على الحمسه. وهذا متى؟ هذا مع الزيت مباشره مع البصل من البدايه. من البدايه الحمسه. ايه اوكي. ايه خلصنا، ضفنا الدجاج، حطينا عليه نص كوب مويه. نص كوب مويه وكتمته يطبخ 10 دقائق. 10 دقائق. ايه ربع بعدين ساعة. بعدين ناخذ شوي منه ونحط على الرز. لما ينضج الرز معك تاخذ كل الاكله وتحطها على الرز بالنص. ايه وتكتمها. ايه البرتقاله راح تقطعها اربع قطع. خلص الرز الجاهز تضيف الخلطه دي عليه. انا ابغاك تكتم الرز مع الخلطه عشان الرز ياخذ النكهه. طيب هذه متى نحط؟ مع الدجاج تطبخ مع الدجاج اربع قطع مع القشر. مع الدجاج اذا حطيناه. ايه طيب البطاطس مع الدجاج. كل شيء مع الدجاج. ايه والبصل بس اخر مرحله راح تحط البطاطس المقطع اخر شيء. ليش؟ بعد ما يتغير لون الدجاج وياخذ له نضوج خمس دقائق تحط قطع البطاطس عشان تضمن انه لما تستوي البطاطس يكون جاهز الدجاج. اي طيب بالنسبه لعذر ابليس المي كم؟ نص كوب مي. قلنا لك نص كوب بالدجاج بس انا ما عاوز يكون في مي كثير. ما في مرق، في صوص سميك بس. من يوم نحط المي يا ولد اسكت اسكت. من يوم نحط المي من نحط الدجاج نحط معاه المي ولا نخليه شوي الدجاج بالخلطه؟ حمسه بعد ما تحمسه ويتغير لونه بتعطيه نص كوب مي وتكتمه. طيب بالنسبه للملح، ملح انت وشطارتك. اي نضيف هذا ملح والرز ملح. لا انت وشطارتك. لا انا بدي ادوق الرز اللي متشرب بالصوص. انا راح ادوق هذا الرز. الرز الابيض اللي على طرف كده ما راح ادوقه، راح ادوق الرز اللي متشرب من الصوص. يعني يحتاج نملح الرز.
ايه انت وشطارتك. البهارات هذه البهارات كلها بدك تستخدمها، نص ملعقه صغيره من كل نوع. متى؟ مع الدجاج. مع الدجاج خلاص. ها هو ضحت يا هلا بالشباب. فوق القدر، فوق الدجاج. لا الرز خليه بقدره يعني، عادي قدر وقدر. ايه طيب الحين بصل والبهارات هذه، جيب جيب الفرن. بعدين احط معجون الطماطم، بعدين اقطع بطاطس شرايح. حلو. بعدين اقطع برتقال. مو شرايح يعني، مربعات. مربعات. بعدين اقطع البرتقال. البرتقال اربع حبات، اربع قطع. مع القشر. مع القشر التقطيع العادي طبعا. البرتقال تحطه مع الدجاج. تبغى شرايح ولا تبغى تقطيع العادي؟ اربع قطع. خلاص اربع قطع مربعات. حلو. ونحط الدجاج عادي، رز الحلوى. بعد ما تحط الدجاج تغير لونه، وحط البهارات، نص ملعقه صغيره من كل نوع. اضبط ملحك، نص كوب مويه. نص كوب مويه واكتمها بس. بس 10 دقائق نضج الرز، شيل خلطه الدجاج صبها على الرز واكتم لي اياها 5 دقائق على نار هاديه. حلوه حلوه عشان تتسبك مقاله. اكثر طبخه صار فيها اسئله يا ابو علي. اي معلش. كم تحتاج وقت الطبخه؟ تحتاج 45 دقيقه. ايوه كافيه ووافيه. كافيه. التايمر جاهز 45 دقيقه. انتوا حطوا المي على النار مباشره لما بيبدا التايمر. عطني التايمر على الشاشه. اسمع ايه